صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في سورة الشعراء يذكر الله جل وعلا كل نبي ويذكر أنه أخو قومه إلا شعيب عليه السلام، فهل هو أخ لقومه أم لا؟ أخ لقومه من النسب، قلنا لكم من النسب لا من الدين، ما فيه أخوة بين المؤمن والكافر، وإنما هذه أخوة من النسب بمعنى أنه منهم ويعرفونه ويتكلم بلسانهم. نعم.